رقم 9 بيعرف يقف فين، هي دي الميزه بتاعت الراجل المهاجم اللي احنا بنقول عليه مهاجم مهاجم. محمد شريف، حسام حسن، شادي، بيعرفوا في الاماكن دي يخطف، يعرف يقطع، يعرف امتى يروح امتى ما يروحش، امتى يسبق امتى يستنى. دي مميزات اللعيب الهداف بتاعك. فطبعا هدف غالي جدا للنادي الاهلي، 3 نقاط، هدف غالي جدا 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 لمحمد شريف، يدخله تاني في حته ان هو بعيد شويه عن مستواه. الهدف ده، هدف ده هيديله ثقه، اكن ثقه مثلا موسم كامل من اللعب، لان زي ما بقول لك دايما الهداف عايز يجيب جول، وهدف زي ده النهارده، هدف 3 نقاط، توقيته مؤثر جدا. محمد شريف بقى له فتره غايب عن التهديف، والناس بدات تتكلم، هو اساسا متضايق. فالنهارده هي مكافاه لمحمد شريف، ومكافاه لحاجه في لعيبه النادي الاهلي وجماهيره، ان انت مؤمن بنفسك، مؤمن ان انت هتكسب. يعني جماهير الاهلي مهما عدى الوقت، ومهما حتى لو اخر نص ثانيه، لا انا هكسب. هو ده، هي دي جماهير النادي الاهلي، وهي دي الميزه اللي تميز لعيبه النادي الاهلي وجماهيره. على فكره مش من الوقت ده يا ايمن، ده من زمان جدا. يعني سبحان الله، النادي الاهلي فيه مميزات وفي حاجات في النادي الاهلي وجماهيره مش موجوده في فرق كتير. انك دايما عندك ثقه في نفسك انك هتكسب، جماهيرك قاعده ولا بتشتمك ولا قلقانه ولا حاجه خالص، يعني تحس ان هم على نفس الحاله. حاله ان انا عندي جوايا كده شعور داخلي هجيب، هحجز هدف. حتى دي بقت 96 حتى لو 97، فاهمني؟ عشان جاي بقول لك، يعني في مقوله كده لك، لا تامن النادي الاهلي لحد الحكم ما يصفر. مظبوط، ويمكن تقلع بعدها كمان. بقول لك لا، الحته دي تحسب لعيبه النادي الاهلي وجماهيره، ان الثقه دي في نفسهم وثقه الفوز دايما، انك انت فريق طول عمرك من ساعه ما انشئت انت بتلعب على مكسب وعلى بطوله. عشان كده الحاجه دي بتخش جواك كده، مفيش حد بيعلمها لك على فكره. انت عايز تقول ان حد علم الناس دي ازاي اكسب والنادي لازم اكسب؟ يعني حسام حسن لسه جاي السنه دي، الراجل نازل وعايز يتجنن وعايز يحرز هدف. نفس الكلام محمد شريف، غير الناس الموجوده في النادي الاهلي، فهمني؟ فكل الناس دي عارفه قيمه النادي الاهلي وقيمه جماهيره، عشان كده دايما بيلعب على مكسب. 3 نقاط، انا متعادل؟ لا، مش انا اللي اتعادل. ايوه لا صح. مع ان في ناس يقول لك لسه بدري قوي على الدوري. لا مظبوط، المبدا نفسه مش عندي، ان انا اتعادل دي مش موجوده عندي تماما. التعادل بالنسبه لنا خساره، زي المباراه السابقه مثلا بتاعت فيوتشر، طالعين الناس كلها متضايقه وزعلانه. ايوه 1-1 وكانوا بيلعبوا 10 وكانت فرصه تكسب، لكن حتى لو بيلعبوا 11 انت النادي الاهلي، انا مش زعلان عشان كانوا هم 10، لا انا زعلان عشان في نقطتين راحوا مني. أيوة. في سباق الدوري انا زعلان عشان انا النادي الاهلي، انا لعيبه النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي، مبدا النادي الاهلي دايما بلعب على فوز الحمد لله دايما، ودايما ربنا بيوفق في اخر ثانيه. يعني حد يقول لك مش حظوظ، لا حظ ايه؟ دايما الحظ بيروح للي يستاهل، اللي بيسعى ليه، اللي دايما عايز يكسب. انت عايز ايه؟ انا لا، انا متعادل، لا لا لا، بس انا عايز اكسب، عايز اكسب، عايز اكسب، حتى الوقت بيعدي فبيجي المكسب. ممكن المكسب متاخر جدا، لكن فرحته جامده جدا على جماهير النادي الاهلي الحمد لله طبعا، عشان ما ترجعش زعلانه القاهره. على نمره 2 انا محمد شريف، وده اكتر واحد مبسوط عشانه النهارده. لا يعني، وانت تستاهل في ماتش زي ده انك تكسب، دي حقيقه. انت تكسب من البدايه، انت تكسب. بص يا ايمن، المباراه دي من الشوط الاول لازم، مش لازم كانت تخلص، لازم تخلص و3 4 والله، مش ولا عشان النادي الاهلي ولا متجنع في الفرق. الشوط الاول طبيعي يخلص 3، والشوط الثاني تبدا تعمل عايز تعمله في الشوط الثاني، لكن الامور اتلخبطت وحصل حاجات في الشوط الثاني، لكن في الاخر بتروح باصص للحاجه الايجابيه والحاجه المنوره. الحاجه الايجابيه 3 نقاط، حاجة الأجوية جدا 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 وعجباني عودة محمد شريف للتهديف. صحيح. ودي النهارده أكبر ميزة كسبها كولر نفسه. أيوة. إن هو رجع مهاجم كان هداف فرقته لحتة التهديف تاني. صحيح. دايما أسامة كان بيتكلم محمد شريف ووجوده هنا وكابتن شريف وعادل وكده، لكن هو ده ميزة محمد. صح. شريف، ميزة 9، ميزة الرأس الحربة اللي هو الأساسي بتاعك، إنه يعرف يتمركز في الوقت الصح في المكان الصح يخلص لك مباراة زي دي. أنت محتاج 3 نقاط. مبروك، الـ3 نقاط كانوا مهمين جدا، واكتر ناس طبعا مبسوطه عشانهم الحمد لله جماهير النادي الاهلي ترجع مبسوطه بالـ3 نقاط. مبروك يا محمد الشريف، واتمنى يا رب ان شاء الله المباراه القادمه لو في نصيب وبدات تبدا صح، ودايما تدور على هدف، ودايما ولا تزعل ولا تتضايق، طول ما الدنيا مش ماشيه معاك اجتهد اكتر وركز اكتر، لان هي دي كره القدم. صحيح. ذكاء كره القدم او ذكاء الحياه كلها، تعرف تتعامل مع الاوقات الحلوه، ودايما هو اوقاته حلوه كتير جدا، وان الناس كانت يعني مع المواقف الصعبه اللي انت بتمر بيها، والمواقف الصعبه هو هي. صحيح. دي حياه لعيب كره القدم كده يا ايمن، ما بين اشاده وما بين نقد، ذكائك تعرف تتعامل بالاثنين،
مش الاشاده تفرح والنقد لا او تتضايق، لا لا خالص. صحيح. خليك ذكي، تعامل مع اثنين بالصح. لكن مبروك النهارده 3 نقاط، مبروك يا محمد النهارده عودتك للاهداف تاني، وهدف مؤثر جدا، ودي دفعه قويه وان شاء الله دايما للاحسن.